اهلا وسهلا فيك يا ماري تيريز. صباح النور. صباح النور لكل المشاهدين. كيفك اليوم؟ تمام. اليوم كثير عنا افلام حلوه. عنا افلام واخبار منوعه. حلو. شو رح نبلش؟ رح نبلش من فيلم رح ينطلق هالاسبوع بالصالات اللبنانيه والعربيه. مزبوط. بعرفك انت كمان من محبي السينما. فهالفيلم هو لافينج بابلو يلي من الكل. ايه ورويدا كمان ناطرته عم بدها حضرته. فيا ريت كانت هون كنا اخذنا رايها. الفيلم من اخراج فرناندو ليون دي ارانوا يلي هو من بطوله بنيروبي كروز وخافيير باردام هالثنائي يلي شفناهم بافلام عديده ونجحوا بهيدا الفيلم كمان نجحوا كثير. مقتبس من ذكريات الصحفية فيرجينيا يلي كانت على علاقة مع أكبر زعيم مافيا وتاجر مخدرات بابلو إسكوبار. تروي عن علاقتها، عن تسلطه ومحاولته لدخول المعتقل السياسي، ولكن رح يتم ملاحقته وسجنه. كلنا بنعرف يمكن شهدنا قصة بابلو إسكوبار وسمعنا عنها كثير بأكثر من فيلم، وكثير ممثلين جسدوا هالشخصية. أنا بالنسبة إلي بنيسيو دالتورو جسد هالشخصية بطريقة رائعة جدا، وهون كمان لقينا أداء رائع لخافيير باردام يلي غيروا له بتعابير وجهه، تغير منخاره حتى الوزن زاد وزنه، وحتى كمان كان في شغل على الجسم لأنه أكيد ما عنده نفس جسم يلي كان عنده إسكوبار. برأيك شو بيختلف هيدا الفيلم عن باقي الأفلام؟ هل طريقة بغض النظر عن الشكل الخارجي للممثل، طريقة الطرح يعني الطرح. هون عم نشوفه من خلال أعين فيرجينيا يلي كانت على علاقة فيه، كانت على علاقة برجل متزوج وأكبر عميل يعني هي مافيا. البطلة التركيز عليها هي؟ لا التركيز عليه لكن من خلال الأعين تبعها، من خلال وجهة نظرها. وهيدا الفيلم كان سردي أكتر. الفيلم إسكوبار يلي كان من بطولة بنيسيو دالتورو كان أكتر أكشن. كنا عم نشوف مرحلة معينة من حياته، ما كنا عم نشوف كل التفاصيل. كان أكتر مسيطر على الأكشن، كان مسيطر على زوايا معينة بها الشخصية كيف بيتعامل عن الناحية العملية بحياته. وهذا الشيء عم نلاحظه حتى بالمسلسلات اللي عم نشوفها مؤخرا اللي عرضت برمضان. دائما الناس عم بتحب الأكشن. وهذا هلا من زمان وهلا بحبوا الاكشن، لكن كمان القصه يمكن هيدا بمطرح بتحسي بملا انه كثير في سرد، لكن في اكشن. يعني في اكشن لما هو بيقوموا بالعمليات، لما حتى الاكشن يلي حواري لما يفوت على المجلس ويجرب يقنعهم فيه وهن كلهم رافضينه لانه عارفين شو الخلفيه تبعه خارج عن القانون. وحتى الاكشن يلي لما يهرب ويتخبى بالغابه والسلطه ترجع تقدر تلقي القبض عليه. يعني الأكشن موجود لكن طريقة السرد مختلفة. مختلفة طبعا. وحتى عم نشوف هالشخصية يلي ما شفناها بغير أفلام. يعني بفيلم إسكوبار نحنا ما انذكرت أبدا شخصية فيرجينيا. فهون عم نشوف عيننا كيف كان يبعتها لأنه تساهم بعمليات المتاجرة بالمخدرات. حلو. كيف حلو. كان عندها دور وكيف بالآخر هي كانت ضحية كمان، لأنه لما انطلب هي خسرت عملها لأنه كانت عشيقة إسكوبار. فالفيلم أداء مميز أكيد لهالثنائي يلي ما فينا ما ضروري عن جد نستمتع. ضروري إذا ما عاد ما حضرتي ضروري تحضري. فهذا الفيلم انطلق بكل الصالات لكل بيحبوا السيرة الذاتية وبيحبوا الأفلام الأكشن. والحلو أنه سبق واجتمعوا بينيروبي كروز وخافيير باردام لأول مرة ب 98 بفيلم جيروم، وبعدها بفيكي كريستينا برشلونة يلي كان من إخراج وودي ألن عام 2008، وعام 2013 قدموا سوا The Counselor، لكن مؤخرا شاركوا بفيلم Everybody's Know يلي هو أصغر فرهادي، وهلأ عم نشوفهم بهيدا الفيلم. هالثنائي المتزوج لكن على الكاميرا كمان بتشوفيهم، يعني بيقدروا يلعبوا دور العشيق أو دور الحبيبة ودور الزوجة. ففيلم ممتع وبدأ بالصلاة. رح ننتقل لخبر جديد، لكن قبل ما نسمع الخبر الجديد حنشوف هيك مقطع من الفيلم يمكن أكتر تشوفوا عن شو عم نحكي. Watch where you step. People dump bodies out here sometimes. We are building houses for the poor. And where does the money come from? Holy shit. 1 kilo is worth $7,000 here in Colombia. In the United States, $150,000. Do the math. Despite our best efforts, illegal cocaine is coming into our country at alarming levels. You have money, Pablo. You have us. What more do you want? I want...
راوية من الأشياء يلي يمكن هو بيقوموا فيها المافيات من ليقدر يهرب أمواله بيبعتها على نيويورك لأنها تجيب مجوهرات باهظة الثمن وألماس كرمال إنه تقدر تهرب المصاري وحتى تجيب هدية لزوجته. يعني هالقد كانت أصبحت شريكة بكل شيء. فرح ننتقل لخبر تاني. أطلقت شركة نيو سنتشري عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك المقدمة الإعلانية التشويقية لفيلم تراب الماس للمخرج مروان حامد والكاتب أحمد مراد استعدادا لإطلاقه هالعام بدور السينما. ب 38 ثانية و 111 لقطة عم تكشف هالمقدمة التشويقية لكن بطريقة كتير غامضة ومثيرة عن لمحات شو رح نشوف بهيدا الفيلم. أحداث تراب الماس بتدور حول طه الصيدلي يلي بيعيش حياة مملة بصحبة والده المقعد ولكن بتحدث جريمة قتل غامضة وبينهار عالم طه. وتراب الماس هو التعاون الثالث بين المخرج مروان حامد والسيناريست أحمد مراد وبيقوم ببطولته مجموعة من النجوم منهم أسر ياسين منا شلبي ماجد الكدواني شيرين رضا إياد ناصر. والمميز أنه هيدا الفيلم عم بيشارك فيه الممثل ومقدم البرامج اللبناني عادل كرم. عادل كرم فهيدي أول مشاركة سينمائية لعادل مصرية. فنحن بانتظار هالفيلم يلي كمان أكيد رح يتم عرضه بدور السينما العربية واللبنانية. أنا كتير بحب تمثيله لعادل كرم. يمكن أنا أميل إلى أنه شوفه كممثل أكثر من هلا أكيد هو عنده جماهيرية ولكن أنا كمشاهدة بحبه كممثل. وأصلا هلا كمان مضى مع شركة الصباح امبارحة سمعتها على مسلسل جديد رح ينعمل. بتكون كمان أول مرة بنشوفه بهالنوع من المسلسلات إذا مسلسل درامي لأنه نحن عادل أكثر عرفناه بالكوميديا واشتغل مع النجمة الجزائرية أمل بشوشة اعتقد. يعني انت بعدين بتجيب لنا معلومات أكثر. حنشوف المعلومات اكثر عن هالمسلسل لكن حنشوفه بشخصيه يمكن مختلفه لانه قدرنا نشوفه بافلام سينمائيه لبنانيه بشخصيات لكن دائما كانوا عم يعطوا هذا الطابع الشاب الحلو لكن اذا فينا نقول اللي شوي جاي من بيئه مختلفه يلي عنده شخصيه قويه يلي هو يمكن بيقوم بعمليات شوي من منقولها بالكلمة العامية إنه من الشارع يمكن مافيا يمكن هيك قصص. فشفناه بعدة نواحي فنحن بانتظار نشوف شو الدور يلي عم يلعبه بهيدا الفيلم. أكيد. الخبر الثالث أنه بدأت مؤسسة فيلم لاب بفلسطين القائمة على أضخم حدث سينمائي دولي بفلسطين واللي هو معروف بفعاليات أيام سينمائية بالتحضير لانطلاق الدورة المقبلة للسنة الحالية واللي من المخطط أنه تشهد نقلة نوعية هالعام حيث كشفت المؤسسة عن العديد من التطورات والتحديثات يلي رح تشملها هالدورة ومن أهمها أنه رح يتم الارتقاء والتعامل بأسماء كبيرة. والحدث هو فعاليات أيام سينمائية ومهرجان أيام فلسطين السينمائية يلي بيكون هو استكمال وتطوير للنسخة الثانية من ملتقى صناع السينما المسمى بملتقى فلسطين السينمائية واللي هو كمان في منه ملتقى ببيروت كمان واللي تأسس خلال الدورة الماضية وبيهدف لاستقطاب أهم صناع السينما داخل فلسطين وخارجها. كمان بيخلق مساحة إبداعية لمناقشة الأفلام التواصل بين السينمائيين فرص عمل للسينمائيين. وهيدا الملتقى فلسطين السينمائي بيبني صناعة أفلام سينمائية فلسطينية. بيعتبر مهرجان أيام فلسطين السينمائية المهرجان السينمائي الدولي الوحيد بفلسطين يلي يقام بين 17 و 23 أكتوبر. في عدة مهرجانات لكن هالمهرجان دولي وعم يقدر أنه يجيب أفلام يمكن ما بيقدروا يشاهدوها بفلسطين غير من خلال هالمهرجان. جميل جدا لأنه بنعرف نحن التعقيدات الأمنية والعراقيل الأمنية اللي بيمارسها الاحتلال بفلسطين وكيف أنه يعني محبي الأفلام وأيضا صناع الأفلام بفلسطين عم نشوف أسماء كبيرة بصناعة السينما بالعالم عم تبرع. فجميل جدا أنه يكون بفلسطين فعلا وجميل أنه آخر هالسنة بهالسنوات الأخيرة أنه عم يقدروا يتحدوا كل العوائق. عم بيكون في عروض سينمائية بعدة مناطق وهذا من المهرجانات يلي بينعرض بعدة مناطق منه بس موجود بمنطقة واحدة حلو. واللي هو شيء جميل وفصحى لكل الموجودين بالداخل أنهم يقدروا يحضروا هيدا الأفلام. جميل جدا
وتحديات. يعني حتى كان سبق وحكينا عن مبادرات صغيرة للمهرجانات إنه يعرضوا أفلام قصيرة، إنه يعرضوا أفلام فلسطينية، فهذا الشيء هذا إرادة الفلسطينيين فعلا. وفي عنا مخرجين فلسطينية مثل أنماري جاسر طبعا، مثل غيرها كتير وصلوا للعالمية. خبر ما قبل الأخير، فاز فيلم مصطفى زاد للمخرج نضال شتى بالجائزة الكبرى وجائزة أفضل ممثل لعبد المنعم شويات بختام الدورة السابعة من مهرجان المغاربي للفيلم بوجدة، يلي جرى من 23 ل 27 يونيو حزيران الماضي بالمملكة المغربية. المهرجان المغاربي للفيلم بوجدة بتنظمه جمعية سيني مغرب وسيني مغرب، وأقيمت الدورة السابعة تحت شعار السينما لغة العالم، بضم مسابقة للأفلام الطويلة ومسابقة للأفلام القصيرة والوثائقية. كرم عدد من الرموز السينمائية العربية لما قدموه من إنجازات. فيلم مصطفى زاد بيروي قصة شاب ب 24 ساعة وهو شاب تونسي بسيط عم بيواجه سلسلة من الأحداث غير المتوقعة واللي رح تقدر تغير مسار حياته بساعات قليلة من قبل الانتخابات الديمقراطية بتاريخ البلد. هذا كان لازم يكون أمين على الخبر ويتفاعل معه. ما بعرف ليه أنا تخيلت أنه أمين هو البطل حتى، لأنه أمين عنده هذه الموهبة التمثيلية وعنده حماس للبطلية، فبنوجه له تحية لأمين. وحلو أنه كمان الأفلام التونسية عم تبرز كمان بالعالم، وبمهرجان يعني المهرجانات المغاربية عم بتكون رائدة وعم بتقدم سينما حلوة كمان. وللأسف خسرنا مهرجان من أهم المهرجانات هو مراكش فيلم فاستيفال، يلي بعد متأملين أنه يرجع بدورة جديدة هالعام، يلي كان يضم فعلا. شو سبب لليوم ما عندنا معروفة مظبوط شو الأسباب، لكن كل سنة بيقولوا أنه رح يرجع يجي هالمهرجان، مثل للأسف ما بنعرف مظبوط شو هي الأسباب لتوقيف عدد كبير من المهرجانات العربية يلي بتلعب دور كتير مهم بالسينما، على أمل أنه بالسنوات المقبلة يرجعوا هالمهرجانات. راوية هيدا آخر خبر. فقبل ما نختم فقرتنا لليوم عنا تقرير خاص عن فيلم تاك، فبينما تلزمنا الحياة أن نأخذ كل ما فيها على محمل الجد كي نحقق الإنجازات والمكاسب، لا بأس من بعض المرح، أمر تدركه مجموعة من الشبان والشابات الذين يتركون في فيلم تاك كل مسؤولياتهم وراءهم ليلعبوا. تفاصيل بهالتقرير. Daily laughter on set. I mean, we had so much fun. We really, I knew some of them. I knew Jake Johnson, we had worked on The Mummy before. I knew Isla, I had worked with her husband before. And just, we just all got along. There's a synergy between us, and it was just daily giggles and laughter and doing this and doing that. It was, yeah, endless. The tone of the film is really important. Jeff Tomsic had this real clear idea that he wanted kind of a caper theme that would be able to move in and out of different scenes that were kind of sneaky and nefarious. And then there were these huge action scenes that you'll see that there's a lot of slow-mo. And so we wanted the tone to work within also the songs that you hear. الفيلم يرتكز إلى قصة حقيقية حول مجموعة من الأصدقاء، وقد نشر مقال عنهم في الوول ستريت جورنال تلقفه كاتب السيناريو مارك ستايلن، الذي تصادف أنه على معرفة شخصية بهم. Overrunning everybody else, you know that this is my moment right here. I say this right here, and then it's on to the next person. Versus, I don't know how some people operate, but I'm sure there's some actors that just keep on going. I kind of know, like, all right, this is two lines right here or a little bit, and then move on. I mean, it was just so much fun. You can see that we all get on really, really well, and we just really enjoyed mucking about. I mean, it's a children's game of tag. No one took it seriously. I mean, we did take it seriously. If my agent's watching, I took it, and any directors out there that may hire me in the future, I took it so seriously. I love the message of the story. You know, it's about friendship, and it's about, you know, never losing that spark of youthful energy and stuff. And it's not cynical. It's just purely joyful. I really, and it's funny.
You know, I really liked it. Obviously, the story was inspiring, but the idea that a bunch of guys in my hometown were still doing something so dopey and so wonderful and right, had such a commitment to their friendship was exciting. So I called them up and said, I'd like to try and make a movie out of it. بين أو أكثر لممارستها وهي معروفة في جميع بلدان العالم. I had made him give up all the jewels of the stories, of course. Yeah, absolutely. And then the trick of it was to take 30 years into 90 minutes. So it took a little art and some fun for that. But it was an amazing story to begin with. So I just felt very grateful to, you know, that they trusted me with it. First day I'm doing a scene with Jeremy Renner. So I'm a comedian. So when I'm thrown into these situations, to be honest, it's a little nerve-wracking, you know. But after a while, they... You know, you feel like you're at home and you really kind of start settling in. كان يفترض أن ينضم كل من ويل فاريل وجاك بلاك إلى تاج، إلا أن المشاورات معهما لم تؤدي إلى نتيجة، وسبق لأفلام في الثمانينيات أن تطرقت إلى لعبة المطاردة الشهيرة، منها تاج ذا أساسينيشن جيم العام 1982 وغاتشا العام 1985. I don't know, man. These guys, like, I was talking to them last night. They're like nuts. They're traveling. They're 50 years old. They're traveling across the country tagging people. I can't even get my buddies to call me back, let alone have a game of tag once a year. You know. تاك تكمن حقيقتنا، وفي النهاية لن نأخذ شيئا معنا سوى اللحظات الجميلة التي نعيشها. حلوة رسالة الفيلم راوية، انه مهما كبرنا لازم نضل نستفيد من الوقت، لازم نضل المرح، هذا اهم شيء، وهذا اللي بيظهرنا من كل المسؤوليات ومن كل المشاكل يلي ممكن يكون. طبعا هذه رسالة حلوة، بتأمل يكون عن جد كوميدي، لانه للاسف مثل ما كنا عم نحكي تحت الهواء انه ما هالقد اليوم في افلام كوميدية، كثير عم نفتقد للافلام الكوميدية الناجحة واللي عن جد بتضحكك، عم تكون كثير لانه اصعب انك تضحكي العالم من انك تبكي. اليوم في مشاكل كثير بالعالم عم يقدروا يطرحوها ويدقوا بالأشخاص ويدقوا بأحاسيسك أو بيروحوا على الأكشن والخيال. شكرا لك ماري تيريز، شكرا لك، إلى اللقاء للأسبوع المقبل. ثلاثة جاي لكن عملت